طبعا محافظة الديوانية هي من المحافظات الزراعية المشهود لها طبعا بزراعة الحنطة والشعير، وخصوصا رز العنبر اللي مشهور بالعراق كله. نستبشر خير إن شاء الله السنة ها. طبعا يعني اختلاف للسنوات السابقة اللي كانت الخطة الزراعية هي خطة يعني قليلة لا تفي بالغرض، خصوصا يعني بعد الحرمان، بعد شحة المياه اللي ضررت بها أكثر مناطقنا الزراعية، خصوصا إحنا تدرون أنتم محافظة الديوانية هي تعتمد على الزراعة وتعتبر هي سلة الغذاء، سلة العراق الغذائية. اي اكو بوادر خير ان شاء الله السنة هاي راح تكون يعني سندس. أهم الملفات اللي تمت مناقشتها اليوم بين المحافظة وبين وزير الموارد المائية. طبعا وزير الموارد المائية اللي قبل فترة يعني اجى للمحافظة الديوانية والتقينا به والتقى بعض مجلس محافظة المحافظ رئيس المجلس، وكان حتى بعض النواب موجودين هماتين من محافظة الديوانية. صار نقاش على شحة المياه ووفرتها من على جهة الدغارة. طيب. باعتبار تجي ذيك يعني نهر دجله والفرات يعني اثنين هني دخلن، فان شاء الله الحمد لله والشكر توفرت يعني هواي امور وسهلت لنا هي تبطين ما بين الانهر حتى المياه هاي ما يعني صحيح، لكن بعض الانهار يعني تعاني من التجاوز خصوصا في مناطق الدغاره حسب ما ذكر بعض الفلاحين. شنو اجراءاتكم انتم اليوم كمجلس محافظه متمثله بالسيد المحافظ وبرئيس المجلس وكذلك بزياره وزير الموارد المائيه، شو راح تعالجون هالمشاكل؟ عندكم خطط ان تعالجونها لو لا؟ اكم لا طبعا اكيد احنا نعمل ضمن خطه، خصوصا ملفات موزعه لاعضاء مجلس المحافظه كلجان، وما راح يعني نستهاون او باي يعني اي مخالفه تضر الفلاح.